الطبيبين، اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من برنامج دار الطبيب في الموسم الخامس على قناه الصحه وكمان. ايمانا من برنامج دار الطبيب، انا الساده المشاهدين هم العمود الفقري لهذا البرنامج. وزي ما عودناكم في برنامج دار الطبيب بتلبيه رغباتكم ورغبات الساده المشاهدين جميعا. ضيفنا الكريم اليوم من افضل مراكز الاسنان في مصر، دكتور حسام تاج الدين، استشاري جراحات الفم والاسنان وزراعات الاسنان، ورئيس مجلس اداره مجموعه تاج ميديكال كير للخدمات الطبيه، وصاحب خبرات طويله في كل من ايطاليا والولايات المتحده وكوريا. انتظروا. دكتور حسام. حسام مغرفان. دكتور حسام، في بدايه لقائنا حابب اعرف من حضرتك، نتكلم عن الترند الموجود دلوقتي ما بين الزراعات التقليديه والزراعات الفوريه. في البدايه عايز حضرتك تعرفني وتعرف للساده المشاهدين يعني ايه زراعات فوريه. هو في الزراعه طبعا دخل طب الاسنان من فتره طويله، مش من فتره قصيره، لا يقل عن 30 سنه 35 سنه. تمام. بدات اول تجربه لزراعه الاسنان وكان لها رواد كتير معروفين يعني عالميا يعني. كان السيستم القديم ان احنا بنقول نزرع وندي فرصه للعظم بتاع الفك ان هو يلتئم حوالين الزرعه، والفرصه دي بتاخد وقت يختلف من الفك العلوي للفك السفلي يعني، لكن السفلي مثلا من شهرين لثلاث شهور زمان يعني. دلوقتي العلوي كمان لغايه 6 شهور ممكن، لان فك العلوي ربنا خالق العظم بتاعه اسفنجي شويه او ما هوش كومباكت زي الفك السفلي، لذلك بنفضل الفك العلوي نطول الفترة لغاية ما نخلص المرحلة الأخيرة للتركيب أكثر من الفك السفلي. ده كان الفكر القديم في طب الأسنان، وبرضو إلى الآن في حالات كتير بنقدر نعملها بنفس الطريقة، لكن الجديد بقى أن احنا ممكن نعمل زراعات فورية. بمعنى دكتور حسام إيه الزراعات الفورية؟ المريض جاي وبيعاني من ألم في أسنانه، السنة تقريبا أو الضرس ما فيهوش أي أمل أن احنا نحافظ عليه، فبنقول له اخلع. والخلع كنا لازم بقى نقعد نستنى 3 شهور 4 شهور 6 شهور لغايه ما يلتئم مكان الخلع. لا دلوقتي ما عادش كده، احنا نقدر نخلع السنه او الضرس في اللحظه اللي احنا هنخلع فيها، سواء سنه او ضرس، هنحط الزرعه بتاعتنا. وطبعا بنحتاج حاجه اسمها عظم صناعي، لازم يغلف الزرعه عشان ندي فرصه لالتئام جرح اسرع والتئام عظام اسرع. الزرعة على طول احنا نقدر نركب ونعمل نحمل عليها في الحال، التركيبة اللي احنا هنركبها دائمة يعني، ممكن ياخد يخلع ويزرع النهاردة وبعد يوم او يومين يجي يركب السنة، وفي بعض الاحوال ممكن اركب في نفس الوقت. طبعا بقى فيه كوشنز شوية او احتياطات شوية للمريض، بنديها له شوية شروط لازم يمشي عليها، انه يحاول ما يمضغش على الناحية اللي فيها الخلع والزراعة في نفس الوقت، يحاول تكون بعيد عن احتكاك الفكين مع بعض، حتى نأمن بس المرحلة الأولى لغاية الالتئام الأولي اللي ربنا بيخلقه لنا للعظم الطبيعي. يعني نقدر نقول إن الكيس بتبتدي تمارس حياتها بشكل طبيعي بعد قد إيه من الزراعة؟ من الزراعة الفورية يقدر يمارس حياته عادية جدا، بس يحاول على قد ما يقدر يبعد عن المكان اللي فيه الخلع أو اللي فيه الزراعة، لكن بعد أسبوعين او 21 يوم يقدر يستخدم، لان خلاص بتبقى الالتئام الاولي بدا يحصل، وده المهم عندنا سواء في الزرعه السابقه اللي هي القديمه او الفرع الزرعه الفرعيه. دكتور حسام، حضرتك ذكرت في حوارك ان لسه اتجاه الزراعات التقليديه لسه موجود وساعات بنلجا له، عايز اعرف من حضرتك ايه المعايير اللي بتستند ليها وعلى اساسها بتقرر ان المريض ده هنعمله زراعات فوريه والمريض ده لا للاسف مش هينفع معاك الزراعات الفوريه فهناخد اتجاه الزراعات التقليديه. هو النقطه دي بالذات طبعا ما نقدرش نعممها على كل المرضى، في مرضى معينين اللي هم حالتهم الصحيه لا تسمح ان احنا نحط زرعه في نفس اللحظه. ليه؟ لان بيبقى العظم متاكل او منهك، محتاجين ان احنا نعمل سبورت للعظم بطرق جراحيه ثانيه اللي هي زي العظم الصناعي وبناء جسر كامل على الفك الاول، نضمن الاول ان كتله العظم اتكونت، وبعدين نبتدي نحط لها الزرعه بعد فتره طويله شويه من حوالي 4 أو 5 شهور. حاله المريض الصحيه زي مثلا نفترض ان المريض عنده سكر والمريض قعد فتره طويله جدا باسنانه بتتخلخل، فتره خلخله الاسنان والمريض ناسي نفسه وبيقول ان مفيش مشكله ابدا ان اخلي السنه تقع لوحدها، ده خطر كبير جدا يعني، ده اللي بيخلي العظم بتاع الفك يتاكل.
الحالة دي بنضطر طبعا نزرع عظم صناعي الأول وبعدين نزرع حط الزرعة جوه العظم الصناعي والعظم الطبيعي اللي تكون واللي تحول إلى درجة صلابة كافية بعد شهرين أو ثلاث شهور. هو دي الأحوال اللي احنا بنضطر نصبر فيها يعني. دكتور حسام، حضرتك عارف بشكل عام المرضى بيكون عندهم خوف من طب الأسنان وبالذات وجع أو ألم الأسنان. لما بيجي لحضرتك مريض وبتقرر أنت هتعمله الزراعات، عايز أعرف الخطوات اللي بتتبعها معاه في التشخيص، وتحكي لي لسادة المشاهدين التفاصيل نفسها اللي بتكون مع البروتوكول اللي بتتبعه مع المريض لغاية ما بنكون خلاص أوريدي عملنا الزراعة الفورية. هو أول حالة طبعاً أنا بكشف أشوف الحالة الصحية العامة للمريض، هل هو مريض ضغط، مريض سكر، مريض قلب، أي نوع من أنواع المرض عموماً يعني، وربنا يكفينا الشر كلنا يعني. إذا كان هو جاهز إن أنا فعلاً أعمل زراعة، محتاج إن أنا أعمل أشعة ثلاثية الأبعاد الأول. الأشعة ثلاثية الأبعاد دي مهمة جداً في حالات الجراحة حالات الزراعة، إنها بتدخلني جوه فك جوه العظم ذات نفسه، جوه الجمجمة، يعني بتخلي الدكتور شايف مسار العصب، شايف كتلة العظمة، الكتلة العظمية للفك، شايف التقاءات المكان اللي هنزرع فيه بالأعضاء الحيوية زي التجويف الأنفي، زي الأنف، وهكذا يعني، زي القنوات العصبية في الفك السفلي وهكذا. فده البروتوكول الأولاني للأشعة الثلاثية. هحدد الأشعة الثلاثية نوع الزرعة، طولها، عرضها هتبقى قد ايه، سمكها قد ايه، وهكذا يعني. بنطلب بقى من المريض التحليلات الطبيعيه، لو هو هيعمل زرعه 2 4 لغايه 6 زرعات ممكن قوي قوي نعملها بالبنج الموضعي، واحنا محتاجين بس سرعه نزف وسرعه تجلط للتحليلات العاديه اللي احنا بتهمنا احنا كطبيب اسنان. اما التحليلات الاخرى زي السكر زي الكذا، طبعا زمايلنا التخصصات الاخرى بقى اللي هم الاطباء البطنه او اطباء السكر هم اللي بيدونا بيرميشن ان احنا نعمل زراعه للمريض ده او ما نعملش او حالته لا تسمح يعني. بعد كده خلاص بيبقى المريض ريدي جاهز ان احنا نبتدي ندخل في الاوبريشن بتاعتها، سواء بنج موضعي او بنج كلي، وبرده احنا عندنا البنج الكلي موجود. ما انا كنت لسه عايز حضرتك في موضوع البنج يا دكتور حسام. البيشنت بيكون عنده خوف جدا من حتة الألم بشكل واضح، الزراعات الفورية بتسبب ألم للمريض حتى ما بعد العملية ولا ما بيكونش فيه الألم تذكر؟ هو الألم يعني كحاجة بعد أي جراحة، ومنها جراحة الزراعة أو جراحة الخلع. الخلع ده من الجراحات اللي هي البسيطة اللي احنا بنطلق عليها جراحة بسيطة، يعني لازم يكون في ألم شوية بعد الخلع أو بعد الزراعة، ده شيء متوقع. زي التورم مثلا يعني، بعد ما نعمل الخلع الجراحي أو الزراعة ممكن المريض يتورم شوية مكان الأوبريشن، ده شيء طبيعي، شيء متوقع لغالبية المرضى يعني. ممكن يبقى فيه شوية ألم متدارك يعني، ألم محكوم يعني مسيطر عليه، مش ألم لدرجة أن المريض مش قادر يجلس أو ينام كده. لا مش ألم مبرحة أبدا يعني. هذه تعتبر جراحات ما هيش جراحات خطيرة للدرجة اللي هي تخلي المريض ما هوش عارف إيه اللي هيحصل يعني. خلينا نقول لك وجهة نظر كتير من الأطباء وبعض الأبحاث بتقول إن الزراعات التقليدية بتاخد 3 شهور عبال ما العظم يلتئم تاني ويبقى فيه ثبات، في ظل إن الزراعات الفورية تاخد 3 أيام بس. هل ده بيأثر على ثبات الزرعة ما بعد الزراعة، ما بين الزراعة التقليدية والزراعة الفورية، ولا الاثنين بيكون بعد كده يعني العمر الافتراضي للزراعة الاثنين بيكون واحد؟ خلينا بس الأول نتفق إن هناك يعني طريقة في الزراعة سواء فورية أو زراعة هتاخد وقت عبال ما تتركب وكده، نتفق إن كمية عظم اللي موجودة في الفك أو الكمية العظم اللي هي هتحيط بالزرعة ده مهم جدا، سواء فوري أو غير فوري. عندنا المريض عنده عظم كويس قوي، مسافة العظم تكفي ان احنا نحط زرعة بطول مناسب او بعرض مناسب، فيش مانع ابدا انها سواء فورية او غير فورية انها هتبقى صلابة وتدي قوة. واهم حاجة في حالات الزراعة اللي هو الصلابة الوقتية اللي هي البرايمري ستابيليتي اللي هي ثبات الزرعة الاولي، ده مهم جدا سواء في الفوري او اللي هو هياخد وقت عبال ما نركب. الثبات الاولي ده مهم ان هو هيديني فرصه ان الزرعه دي ان شاء الله طريقها للنجاح باذن الله. الفوري
دائما بننصح المريض باي حال من الاحوال انه برضو ما يحملش او يضغط على المكان اللي فيه الزرعه اللي احنا عملناها فوريه وركبنا عليها الكراون، سواء كراون دائم او كراون مؤقت. حتى بعد الاسبوعين يا دكتور؟ دائما يعني لو صبرنا شهر مثلا يعني يبتدي هو بعد اسبوعين يبتدي يستخدم استخدام خفيف، يعني ما يمضغش حاجات جامده قوي، ما يقطمش عليها حاجه معينه، لا، لكن ممكن ياكل عليها اكل طبيعي، الحاجات السوفت والحاجات دي ما فيش مشكله منها. يعني احنا لو قارنا العمر الافتراضي للزراعه التقليديه والزراعه الفوريه نقدر نقول الاثنين واحد؟ الاثنين واحد، الاثنين واحد، طالما حصل برايمر ستابيليتي ثبات اولي اعتبر الاثنين واحد على طول. طيب دكتور حسام، في كتير من المرضى ما بيجي يبتدي في موضوع الزراعات بيسمع مصطلحات كتير كمريض ما بيكونش فاهم معناها ايه. يعني اول حاجه موضوع استخدام التيتانيوم في الزراعات ما بيكونش فاهم، طب انا لما استخدم التيتانيوم هل الموضوع ده هيكون مفيد ليا او امن ولا هيكون لا ريسكي اكتر؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه عايز حضرتك برضو توضح للساده المشاهدين استخدام تقنيات ال 3D ازاي بتساعد على المريض ان يبقى عنده تخيل مبدئي لشكله بعد كده. برضو نتفق على ان كل الزراعات دلوقتي هي مصنوعه من ماده التيتانيوم، لان هي دي الماده اللي اثبت العلم والطب فيها ان هي الماده دي الجسم بيتقبلها وبيبني عليها كميه الثبات الكافيه من العظم. ده يبقى اتفقنا ان كل الزراعات تيتانيوم. تمام. التقنيات بقى اللي احنا بنستخدمها والشركات اللي هي بتقول اسماء معينه، وانا عملت تجربه على الزرعه دي لقيت ان انا كميه العظم بتتكون في خلال ده حقهم طبعا ككل شركه، يعني في مئات الشركات او الاف الشركات اللي هي بتعمل انواع زرعات، وفي جزء كبير منهم جدا بيبقى محترم ونقدر نشتغل بيه كل حاجه، طبعا اللي بيبقى ليه مواصفات معينه، يعني مش اي حد يعمل يصنع زرعات سواء شركه او بلد او كده نقول ان ده خلاص اشتغل بيها، لا، دي لازم تخضع لتقنيات معينه وتخضع لابروفل من جهات معينه، جهات رسميه زي النقابه الامريكيه مثلا، زي وزاره الصحه، زي حاجات كتير. يعني تقنيه ال 3D بقى في الحالات اللي هي مثلا انا دلوقتي عندي، كان زمان في تقنيه اليد الحره اللي هي اقدر الدكتور بتعتمد على مهاره اليد بتاعه الدكتور، ودي حاجه لغايه دلوقتي موجوده على فكره، يعني انا بستخدمها في بعض الحالات، ان انا بستخدم ايدي وعارف البوزيشن ازاي والمسار ازاي طبقا لاشعه 3 دي طبعا. لكن في تقنيه تانية جميله قوي ظهرت جديده اللي هي السيرجيكال جايد او الطقم الجراحي، او الطقم الجراحي اللي انا باخد بيه طبعه لفم المريض الاول وببعت ال 3 دي لمركز اشعه بتاع اسنان يبتدي يصنع لي حاجه زي طقم كده اسنان، وفي مكان الزرعات موجوده بحيث ان الزرعه هتدخل في المسار وفي التوازي اللي هو عامله لي على طبقا لاشعه ال 3 دي، ودي بتسهل كتير جدا ان انا بالذات في تقنيه الفك الكامل. الفك الكامل السيرجيكال جايد ده بيبقى مهم جدا ان الدكتور يشتغل بيه، بيزود بالنسب النجاح والامان جدا جدا، وبيسهل الطرق وضع الزرعه وبيقلل جدا من وقت الجراحه، وممكن في بعض الاحوال ما بنفتحش جراحيا ولا بنضطر نلجا للمشرط ولا للستيتش الخياطه، بنستخدم السيرجيكال جايد ومكان الفتحات اللي هي الثري دي حددتها في مركز الاشعه نبتدي احط الزرعات بتاعتي طبقا للمسافه والمقاس اللي هو حاططه لي في دكتور الاشعه. يعني دكتور حسام، حضرتك ذكرت في كلامنا الممتع عن موضوع الزراعات ان لازم تاخد الابروف في سؤال المعايير لمرضى السكر، في حاله ان مريض السكر بيبقى عايز يعمل زراعات وما ينفعش حالته كمريض سكر ان هو يعملها، بيكون الحل معاه ايه؟ هو يعني احنا نقدر نقول برضو ان مريض السكر طول ما هو السكر بتاعه يعني كنترولابل مسيطر عليه، الراجل ده ماشي على رجيم اكل كويس، سكره ما بيرتفعش عن الحد اللي احنا عايزينه طبيا، بياخد ادويته مظبوطه، ابدا نتعامل معاه مريض عادي خالص ولا في مشكله ولا في اي مشكله عنده. اما المرضى اللي بيتعبونا كتير قوي ونضطر بقى يبقى فيه نعمل احتياطات شويه في الاول، اللي هو المريض اللي هو سايب نفسه خالص بياكل كل حاجه مش عامل كنترول على السكر او بياخد الدواء لكل ما يفتكر او كده، فطبعا ده بيبقى مريض لازم نديله شويه شروط كده يمشي عليها، ونستعين طبعا بالاخصائي الزميل بتاع السكر اللي هو بيعالجه ولغايه اما السكر بتاعه يتظبط وبعدين نعمل زراعه نقدر نعمله زراعه زي غيره. طب خلينا نستغل وجودك بقى معانا النهارده
ونوجه لكل السادة المشاهدين روشيتا بأهم النصائح والإرشادات ما بعد الزراعة، إزاي نقدر نحافظ عليها؟ إزاي نقدر ناخد أقصى كفاءة ممكنة من الزراعات؟ هو أول حاجة طبعاً المكان اللي عملنا فيه الزراعة نحاول نتجنبه في الفترة الأولى، يعني لو إحنا هنعمل زراعة في الفك السفلي الناحية الشمال أو اليمين زي ما إحنا نتجنب المكان ده خالص أول شهر، يستحسن أول تمام. أسبوعين نتجنبه لغاية ما يبتدي يحصل التئام للحم، وفي نفس الوقت الالتئام المبدئي اللي احنا قلنا عليه البرايمر ستابيلتي بتاع الزرعه، وده بيتم تقريبا بعد 3 أسابيع او بعد شهر نقدر المريض يبتدي يستخدم من المكان استخدام حسن، ما هوش مش اي حاجه يعني، يبتدي ياكل عليه حاجات سوفت حاجات طريه مفيش مانع ابدا، مفيش داعي ان هو يقعد يحرك المكان اللي احنا عملنا فيه الجرعه سواء بصبعه مثلا بلسانه بحاجه اي حاجه صلبه ممكن يدخلها يحاول يكتشف فين مكان الزرع وكده، ده طبعا مفروض ان هو يتجنب الحكايه دي. في نوع من المأكولات يا دكتور بنتجنبه؟ لا، هو اليوم الاولاني للجراحه كعاده اي جراحه بيبقى فيه نزف او في تجلط، احنا بنقول له دايما ابعد عن الحاجات السخنه او الحاره علشان الحاجه السخنه بتساعد على زياده النزف، ده اليوم الاولاني 24 ساعه الاولانيين، طالما بعد عن الحاجات السخنه وعن الحاجات اللي هي بتهيج مكان الجرح في ال 24 ساعه الاولانيه مفيش مانع بعد كده ابدا يبتدي ياكل ويشرب اي حاجه، بس طبعا برضو زي ما قلنا حاجات سوفت مش حاجات جامده قوي يعني او حاجه يكسر عليها حاجه او كده يعني. دكتور حسام احنا سعداء جدا باللقاء مع حضرتك. اسعد ان شاء الله، ونتمنى اللقاء الدائمه يعني اكيد طبعا صالح المريض وصالح الناس اللي عايزه تسال على اي شيء مستعدين يعني. الف شكر يا دكتور. اعزائي المشاهدين مستمرين في لقائنا الممتع مع دكتور حسام، فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني في لقائنا الممتع مع دكتور حسام تاج الدين. مساء الخير يا دكتور حسام. النور يا فندم. دكتور حسام في الفقره دي هنتكلم عن الهوليود سمايل، الترند اللي كتير من الساده المشاهدين دايما لما بييجوا يتفرجوا على التلفزيون او على فيلم في السينما بيكون شايفين كتير من المشاهير بيبص يلاقي اسنانه تبقى ناصعه البياض لدرجه ممكن حتى الانسان يستغربها. في البدايه عايز اعرف من حضرتك ترند الهوليود سمايل يعني ايه كلمه الهوليود سمايل، وهل فعلا بتوصل درجه البياض ليها لأسنان زي ما بنشوفها في التلفزيون؟ والله هو هولي سمايل دي لها مشتقات كتيرة يعني، طبعا من ضمن الحاجات اللي حضرتك بتسأل عنها اللون، نتكلم عن اللون، لون الأسنان. أنا شخصيا من هواة إن أنا أعمل لون طبيعي، مفيش حد في الدنيا سنانه طبيعية زي ما أنتوا بتقولوا سنان الفنانين ومش عارف إيه والحاجات، لكن اللون الطبيعي دائما هو المطلوب عشان اللي أمامك ما يعرفش إن أنت عامل إيه، دي الخدعة في كده أو ده الترند في كده، إن أنا ما يعرفش أنا عملت إيه في سناني، هل عامل كراون، هل عامل فينير، هل عامل بليتشنج. فاللون الطبيعي أنا متفق إن هو أحسن الألوان، الأبيض اللي هو الطبيعي وليس الأبيض مش الملفت، ملفت للنظر معروف إن أنت عامل إيه على طول، ولكن إحنا دائما نمشي وراء المريض يعني، أنت عايز لون ملفت خلاص أدام أنت موافق عليه ما فيش مانع أبدا يعني، انا بديله النصيحه بتاعتي ثم هو عليه الاختيار يعني. الماجوريتي من الساده المشاهدين لما بيجي يقول انا عايز اعمل لود سمايل ما بيبقاش عارف هل مثلا في معايير على اساسها ينفع تنطبق عليه فنعمل لود سمايل، ولا لود سمايل بيكون متاحه لكل سنه؟ طبعا لا، في معايير، طبعا في معايير. زي ايه يا دكتور؟ نفترض مثلا ان شخص ما عايز يعمل لود سمايل النهارده لانه عنده ميعاد النهارده وعنده مقابله في مجلس إدارة أو برنامج أو كده، طبعا أنا صعب جدا أن أنا أعمل له فينير أو أعمل له ليمونيرز أو أعمل له كراونز في خلال 24 ساعة، صعب جدا يعني. فعندنا التيمبوراري هوليد سمايل اللي هي المؤقتة اللي هي المتحركة، هعمل له طبعة عادية خالص بال 3D أو بالكاميرا وأصمم له هوليد سمايل شكل الأسنان باللون اللي أنا عايزه أو اللي هو عايزه، واعملها له يركبها في اسنانه ويشيلها وقت ما هو عايز، دي هولي سمايل من ناحيه اللي هي بعملها في الحاله على طول، والمريض يقدر يتخلى عنها او يخلعها زي ما هو عايز في اي وقت، يا عايز يحافظ عليها وقت معين سنه 6 شهور مفيش مانع ابدا يعني. طيب لما نيجي نتكلم عن موضوع الكبسول، هل بيوصل بيه ان احنا نقدر نعتمد عليه مثلا لو احنا حابين ناكل او بنتعامل معاه نفس التعامل مع الاسنان الطبيعيه، ولا الهولي سمايل بيكون لا نقدر نتعامل معها بشكل طبيعي والكابسون مجرد الشكل او للمناسبه فقط؟ طبعا كلمه هول سمايل دي كلمه عامه، ما نقدرش نقول انا عايز هول سمايل خلاص هي دي هول سمايل، لا
هول سمايل بتندرج تحت اسمها حاجات كتير جدا، منها الهول سمايل المتحركة أو المؤقتة أو السريعة. تمام. الشخص اللي هو عنده اجتماع مهم جدا وعنده مناسبة سريعة وجاي مثلا وقت ظهرية يقول لي أنا عايز هول سمايل، عايز أخلي أسناني جميلة، فيش مانع أعملها له، باخد له مقاس أو طبعة بالثري دي أو بالكاميرا اللي هي بتاعت الكات كام، وأعمل له هول سمايل متحركة يركبها على أسنانه على المجموعة الأمامية فوق أو تحت أو فوق زي ما هو عايز، ويقدر يعيش بيها فترة طويلة. يعني يقدر يأكل عليها؟ لا برضو بلاش، يعني هو وقت الأكل يستحسن يشيلها، لأن هي بتبقى أصلا ركبة على السنان اللي هي الطبيعية، فبتبقى واخدة سمك معين، فهيلاقي أن سنانه الأمامية بتقفل كويس والسنان الخلفية مش بتقفل، حركة الفك نفسها مش هيقدر يمضغ، فيستحسن يستخدمها بس للكلام وللمناسبة وكده، يعني بدون أكل. ده نوع من أنواع الهول سمايل السريع وباللون اللي هو عايزه وبالشكل اللي هو عايزه وكل حاجة. في بقى ممكن نعمل فينير مثلا لو السنان ركبة فوق بعضها شوية بطريقة بسيطة مش بطريقة مركبة، أو لون الأسنان ذات نفسها ما هوش أبيض ومش عاجبه اللون، أقدر أبيض لها اللون اللي هي عايزاه وأعمل لها فينيرز أو لومينيرز. اللومينيرز طبعا دي حاجة برضو تقنية جديدة، ممكن ما نعملش ما يعني ما نعملش نحت للسنان خالص، يعني ناخد الطبعة بتاعتنا على وضع السنان ونعمل اللومينيرز اللي سمكها بيكون تقريبا 0.2 من المليمتر، يعني حاجة بسيطة جدا ومديني الشكل اللي أنا عايزه سواء اللون أو الترتيب اللي أنا عايزه في الأسنان. تشترط في الحالة دي أن يكون حالة الأسنان بس لونها المطلوب تغييره. دكتور حسام، نرجع للموضوع للود سماين. في كتير من السادة المشاهدين بيبقى عندهم الفيدباك مختلف عنها، بمعنى في ناس بعد الموضوع أنهم يعملوا لود سمايل أو التركيبات الدائمة بيكون الفيدباك بتاعهم بوزيتيف جدا ومفرحانين بيها، وفي نفس الوقت درجة اللمعان أو البياض بتاعتها ما راحتش بعد سنين، وفي ناس تانية بيكون اللود سمايل بتاعتها الفيدباك بتاعها سيء جدا لدرجة ان بيكون ما بعد التركيبات على طول بعد شهر او اتنين السنان بتقول رجعت طبيعية زي ما كانت. عايز اعرف من حضرتك ايه اللي بيساعد على الحفاظ على اللود سمايل؟ ما هو احنا لازم نتكلم على هول سمايل، ما نقولش بقى كلمة هول سمايل دي مش حاجة عامة. هول سمايل يندرج تحتها التبييض البليتشنج، يندرج تحتها المتحرك الهول سمايل المتحركة، يندرج تحتها الفينير اللومينيرز الكراونز، فده هو كل ده هول سمايل. فاحنا طبعا لازم يكون الطبيب عنده اكسبيرينس كافية، عنده تكنولوجيا عالية في عيادته أو في معمله عشان يقدر يطلع حاجة فت فعلا على أسنان المريض ذات نفسه اللي هو طالب الخدمة دي. ما يكونش يعني الماتيريالز اللي بيستخدم منها ده عليها عامل كبير جدا، يعني الماتيريال اللي احنا بنستخدمها عليها عامل كبير جدا. يعني دائما انا بنصح الناس ما يفرحش ان انا عملت هول سمايل بتكلفة قليلة بضع جنيهات بالظبط، رخيصة جدا، ازاي ده واحد تاني بياخد ألوفات؟ لا لا، ده في فرق شاسع، ما مش معقول ابو خمسة زي اللي بمية، مستحيل. فدائما التحكم في هول سمايل او النتيجة المرضية اللي المريض بيبقى مقتنع بيها ومكتفي بيها تماما تعتمد على مهارة الدكتور، تعتمد على حالة المريض ذات حالة أسنان المريض، تعتمد على الماتيريالز والتكنولوجيا. طيب خلينا نتكلم عن الماتيريالز، يعني المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي مش عارفين ايه الماتيريالز اللي نقدر لما نسمعها يبقى احنا حاسين بأمانة وحاسين بثقة في الموضوع ان بعد كده هيكون الفيدباك بتاعه كويس. خلينا اعرف من حضرتك ايه الماتيريالز، يعني على سبيل المثال مثلا مريض جاي عايز يعمل كراونز على المجموعه الاماميه من الاسنان اللي فوق لتحت 10 فوق و10 سنان تحت مثلا، ممكن يعمل كراونز من ماده البورسلين. الماده البورسلين كويسه جدا مش وحشه، بس لها مشكله، اولا بتحتاج سماكه كافيه من البورسلين، لان البورسلين بيبقى تحتيه معدن والمعدن يدوب عليه قشره من البورسلين، اللون اللي انا عايزه بحطه، لكن لازم نبقى فاكرين ان في معدن تحت، يعني لا قدر الله لو في اي تاتش حصل زياده عن اللزوم القشره دي بتنكسر ويبان لون المعدن القبيح ده البورسلين مثلا، واسعاره تقريبا مش عاليه، يعني بتبقى اقل. طب الافضل منه ايه؟ طبعا في الزيركون دلوقتي وفي الايماكس وفي انواع كتيره جدا ما فيهاش المعدن ده خالص، كلها من الكريستال او ماده الزيركون. ماده الزيركون دي عملت ثوره في طب الاسنان، وطلع منها أشكال وأنواع كتيرة جدا، وحاجات بتتعمل بالكات كام
في اقل من 20-25 دقيقه المريض يطلع بكراون او كراونين مثلا. في كتير من المرضى لما بيروح لاطباء الاسنان يقول له بمناسبه ذكر حضرتك لماده الزيركونيوم والايماكس، امتى او المعايير اللي على اساسها بتقرر ان احنا هنستخدم مع الكيس ماده الايماكس او الزيركونيوم؟ هي مادة الزيركون مادة شديدة الصلابة، مادة قوية جدا يعني، يعني كان زمان بنعمل الزيركون ده كور أو أساس للكراون وبعدين نبني فوقيه البورسلين، ده كان الأول. دلوقتي لا، أنا عندي زيركون عالي الشفافية جدا، أقدر أعمل الكراون أو الفينير أو اللومينيرز زيركون خالص بسماكة اللي أنا عايزها، سواء 0.2 أو 0.3 أو 0.5 حتى كمان، بدون ما ادخل ماده البورسلين فيها خالص، يبقى زيركون صافي خالص وبنفس الالوان ودرجات الصبغات اللي انا عايزها. ودي الثوره الرهيبه اللي حصلت في تجميل الاسنان. ومال انت بتلجأ للايماكس يا دكتور؟ والله انا دايما افضل الايماكس في يعني في المنطقه الاماميه من فم المريض، لان الايماكس برضو قوته وصلابته مش زي الزيركون، ولو ان يعني كتشكيل وكلون لونه جميل جدا الايماكس، وبرضو الزيركون. بس طبعا انا اقول ان الايماكس افخم واقوى 1000 مره من الزيركون في اللون. قبل كده كان في العديد من الابحاث بتقول ان المعيار الوحيد للاختيار ما بين الزيركونيوم او الايماكس بيكون المساحه او المسافه اللي احنا هنغطيها، زي ما حضرتك قلت السنان الاماميه لما احنا بنتكلم في بضع سنين او اتنين فنقدر احنا نستخدم الايماكس، انما لما بيكون المسافه كبيره فبيبقى الزيركون افضل. هل المعيار ده نقدر نقول هو المعيار الحد الفاصل للاستخدام او الاختيار ما بين الايماكس والزيركونيوم؟ هو طبعا من الحدود الفاصله، يعني السماكه او حجم الزيركون او الايماكس لازم يكون ليه حاجه معينه، لان اتفقنا ان احنا بنعمل زيركون خالص بدون ما ندخل ماده البورسلين معاه، يبقى كده احنا خدنا سماكه اقل طالما ما فيش مادتين هيشتغلوا في وقت واحد، هي ماده واحده. والايماكس من الاول كان المفروض ان هو بيتعمل بسماكه تخينه شويه سميكه شويه، لا دلوقتي بقينا نقدر نحط ايماكس ب 0.2 برضو من الملي، يعني نقدر نستخدم الاثنين على حسب رأي الطبيب. هل ده المريض ايه اللي محتاجه من هول سمايل بتاعته؟ هو محتاج اللون فقط ولا محتاج شكل وحجم السنان؟ شكل وحجم السنان لازم نلجأ للزيركونيا على طول. دكتور حسام، في كتير من المرضى بيكون متجهين لموضوع الهول سمايل بيبقى عندهم مشكله كبيره جدا، الفوارق ما بين الاسنان بيكون طبعا مولود بيها او يكون تشوه في اسنانه ان بيكون في فوارق كبيره ما بينها. هل نقدر نقول لإزالة الفوارق الحل الأمثل هي الهول سمايل ولا بيكون في حلول تانية وبتكون أفضل؟ ما هي الفوارق بتندرج برضو تحت هول سمايل، تندرج تحت هول سمايل، مش هي دي هول سمايل. نسد الفراغات إزاي؟ بالكراونز، إذا كانت فراغات كبيرة قوي لازم كراونز بقى، لكن لو هي فراغات معقولة أو محدودة نقدر الفينيرز أو اللومينيرز يقدر يغنينا بدل ما نبرد السنة كلها من جميع الأبعاد. لا ده احنا في الفينير السطح الشفي اللي هو ناحية الشفة هو ده اللي بيتقلل حجمه بنسبة 0.2 على قد سمك الفينير اللي احنا هنركبه، وبالتالي نقدر نسد الفراغات اللي ما بين الأسنان بالفينير لو هي فراغات يعني آمنة، يعني مش حجم كبير، لكن لو حجمها كبير لا لازم نرجع لكراونز. زي ما عودنا السادة المشاهدين في نهاية كل فقرة بنواجه روشيتا بأهم النصائح والإرشادات. حاج ذكرت في حوارنا إن الهول سمايل بتقع بشكل كبير جدا الفيدباك بتاعها إذا كان بوزيتيف أو نيجاتيف على قوة المركز والماتيريالز اللي بيستخدمها الدكتور. طب بالنسبة لسوء الاستخدام للمريض، يعني ما بعد التركيبات، هل نقدر نقول إن في لايف ستايل أو إرشادات ممكن نوجهها بشكل روشيتا للمريض إن هو يحافظ على التركيبات؟ خلينا واقعيين، يعني ما يعني احنا بنعمل شيء صناعي، ما فيش افضل من خلقه ربنا سبحانه وتعالى واقوى من خلقه ربنا سبحانه وتعالى، وبرضه الحاجه السنان الطبيعيه لها عمر افتراضي، فما بالك والحاجه اللي احنا بنصنعها وبنشكلها زي ما احنا عايزين برضه لازم يكون لها عمر افتراضي. العمر الافتراضي معتمد على حاجات كتير، 50% منها استخدام المريض و50% من الماتيريال ومهارة الطبيب. المريض اللي هو بيركب هول سمايل فينير كراونز لومينيرز او اي حاجة تانية، لا لازم برضو يكون معتني بصحة فمه زيادة عن الاول، لازم يزور طبيب الاسنان كل بالكتير 6 شهور، ولو ان احنا نفضل 3 شهور، كل 3 شهور يعمل تشيك اب
يعني ممكن تكون في حاجة بسيطة قوي احنا نقدر نعملها تتفاقم لو زادت المدة لمراجعة طبيب الأسنان. فدائما المريض يكون على كونتاكت مع الدكتور بتاعه. حضرتك لما بتقول العناية بصحة الفم زيادة عن الأول، طيب التشيك اب احنا قلنا بصفة دورية يكون كل 3 شهور، تمام. العناية بتكون يعني ايه المصطلح يا دكتور؟ يعني ازاي يعتني بفمه اكتر من الاول؟ ابسط الامور البراشنج، الفرشة والمعجون، ابسط الامور. يعني انا ما نمشي ابدا وما ما عملش فرشة ومعجون، مع المريض ما ينامشي الا يعني على الاقل مرة في اليوم. لا مرة، لا مرة. مال كم مرة؟ المفروض انت بتاكل مرتين او 3 في اليوم، يبقى 3 مرات براشنج. واستخدام الموسوش المضمضة، اي نوع من انواع المضمضة ده كافي جدا لو مرة واحدة في اليوم، بحيث ان انا اطهر واقلل حجم تكاثر البكتيريا في الفم بتاع المريض. فدائما المريض هو اللي بيساعدنا ان الهول سمايل او الحاجة اللي احنا عاملينها له تطول وتعمر اكثر وقت. دكتور حسام دايما بنستفيد منك بمعلومات طبية قيمة جدا. اعزائي المشاهدين، مستمرين في لقائنا الممتع مع دكتور حسام تاج الدين. فاصل ونواصل.